القارئ هو أبو عمير سعد بن عبيد الأنصاري الأوسي رضي الله عنه، أسلم قبل الهجرة وعمل على نشر الإسلام في المدينة، فأسلم معه جماعة من الأنصار. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما صنعه سعد، جعله إماما لمسجد قباء الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقبه بالقارئ، ولم يلقب بهذا اللقب غيره. ثم جاء أبو بكر فأقره على إمامة المسجد، وكذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة أعطر بها مجالسكم، وأصلي وأسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ونقف اليوم عند صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقب جديد. بطل حلقتنا لهذا اليوم القارئ سعد بن عبيد، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار. كان له شرف السبق إلى حفظ كتاب الله تعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تنافس إليه مع سيدنا زيد وسيدنا أبي سيدنا أبي الدرداء وغيرهم، لكنه لم يشهر ولم يشتهر رجل باسم القارئ غير سعد بن عبيد. ذلك لأنه هو أول شخص جمع القرآن في صدره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة، حفظ القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كيومنا هذا، لم يكن القرآن هو عبارة عن كتاب بين دفتين الأمر ميسر، إنما كان ينزل القرآن منجماً ويكتب على الصخور وعلى أكتاف الإبل وعلى الجلود، فكان حفظه صعباً، يحتاج إلى متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة للنزول أولاً بأول. سيدنا سعد كان له الشرف في ذلك، فكان دائما المتابعة لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث القرآن، فأول من جمع القرآن هو سعد بن عبيد رضي الله عنه، ولذلك كان يلقب بالقارئ. هذا الرجل شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدراً، وقتل يوم القادسية في زمن عمر. قبل أن يقتل في القادسية وقبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، كأن قلبه حدثه عن ربه بأنه غدا سوف يلقى حبيبه، سينتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، من الدار الأولى إلى الدار الآخرة، من دار الفناء إلى دار البقاء. فالتفت إلى أصحابه وأحبابه قائلا: إنا مستشهدون غدا، فلا تغسلوا عنا دماءنا ولا تكفنونا بغير ثيابنا. فعلا في اليوم الثاني لقي الله تعالى شهيدا. سعد بن عبيد القارئ علمنا في حياته درسين اثنين. الدرس الأول: الحرص على شرف السبق إلى كتاب الله. كتاب الله أيها الكرام ليس كأي كتاب. عادة ما تستفتح الكتب بعبارة: إن وجدت خللا فهذا إيميلي، تواصل معي، إن وجدت خللاً فانصحني، ولا يوجد اكتمال إلا في كتاب الله. أما كتاب الله فيستفتح بذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، نزل به خير ملائكة الله على قلب خاتم رسل الله، وشرف الله به سيدنا سعد، فكان أول من حفظ هذا الكتاب، كان حريصاً على حفظه، وكما يحرص الإنسان على حفظه يحرص على العمل به، وإلا كان القرآن حجة عليه. وبعد أن يحرص على العمل بالقرآن الكريم يحرص على تعليمه لينال شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الدرس الثاني الذي نستقيه من حياة سيدنا سعد حرصه على الشهادة في سبيل الله. يا سعد، لماذا لم تطلب من الله طول العمر فتزداد من العمل الصالح، تزداد من الحياة، وإن بقاء المسلم كل يوم غنيمة، كل ميسر لما خلق له. إن الشوق إلى الله سبحانه وتعالى أحياناً يبلغ أشده، وإن الشوق إلى شرف القتال والشهادة في سبيل الله إنه لأمر عظيم. سيدنا سعد لعله قرأ مراراً وتكراراً: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء. أراد أن يكون حياً في جوف طير في الجنة، معلقة بقناديل تحت العرش، تطوف في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، هي أرواح الشهداء، يطلع الله إليهم فيقول: هل لكم من سؤال؟ يقولون: يا رب، وما سؤالنا وهذه الجنة نطوف بها حيث شئت؟ فيلح الله عليهم: هل لكم من سؤال؟
فيقولون يا رب وما نسأل، وهذه الجنة نطوف بها حيث شئنا، فيقول الله سبحانه وتعالى سلوا، فيقولون يا رب ردنا إلى الدنيا حتى نقتل في سبيلك فننال مثل هذا الإكرام أضعافا. إذا كان للشهيد منية فهي أن يعود للدنيا ويلقى الله سبحانه وتعالى شهيدا. نحن بحاجة إلى شباب يبدعون يعيشون في سبيل الله، يكونون قوة اقتصادية وعلمية واجتماعية لهذه الأمة، لكننا أحيانا بحاجة لشباب يموتون في سبيل الله ليعطوا الحق قوته، فالحق لا يقوم بغير قوة ولا يقوم بغير رجال. بهذه المناسبة أترحم على شهدائنا، شهداء أمتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أترككم بأمان الله. الأحباب كان